زعلان؟ اه طبعا زعلان، وكل جماهير الاهلي النهارده زعلانه. لكن خلينا نبقى واقعيين شويه. لعبنا مباراه حلوه، اه لعبنا مباراه حلوه. كولر قدم شوط تاني حلو، اه قدم شوط تاني وشوط اول حلو، بس في بعض برضو الخطايا لكولر في اللقاء، ابرزها استبدال حسين الشحات. حسين الشحات نجم المباراه الاول، هو ما يطلعش، دي نقطة. ديانج النهاردة زفت. وجود قفشة في التشكيل في بداية المباراة غلطة، قفشة سيء. ووجود محمد شريف غلطة، محمد شريف سيء. الواحد زعلان بس ان النتيجة راحت لأربعة، لان احنا قدمنا مباراة وجاء علينا فترة بعد الهدف الاول للاهلي واتنين واحد ان احنا كنا بنضغط عالي على ريال مدريد من قدام، وريال مدريد كان بتدافع في اوقات وبتلعب على المرتده. ده اللي يزعل. اه انت خطفت البلانتي، بعد البلانتي لعيبه الاهلي خلاص وقفت، بلانتي صدوا الشناوي، قلت يعني حتى لو خرجت 2-1 مع الاداء الفظيع ده يعني مش هزعل، لكنها تروح لثلاثة وأربعة مفيش تركيز. برضو فروقات فنية ما بين الريال ولعبة الريال ولعبة الأهلي معاك، لكن خلينا نتكلم بصراحة. انت الشوط الأول فرصتين حرام، يعني حرام ما تجيبش منهم واحدة. محمد شريف لازم تجيله 10 فرص عشان يجيب جول، عشان كده احنا كنا بنقول عايزين مهاجم تقيل. انت قدام ريال مدريد مش هتجيلك 10 فرص عشان تجيب منهم 2، انت ما بتلعبش دوري مصري، انت بتلعب ريال مدريد، المفروض يجي لك 3 فرص تسجل هدفين، لو قدرت تسجل الثلاثة سجل. النهارده يحسب لكولر انه تخلى عن فكر موسيماني. فكر موسيماني اللي هو قدام البايرن انا قانع بان اتغلب 2-0، انا بالنسبه لي فرقه جامده، قدام البايرن احنا ما هجمناش هجمه. لكن كولر اللي انا بحترمه ان هو راجل، 1-0 زي 4-0 انا كده كده خسران، اهاجم. وفي اوقات كان 2-1 كان ممكن الاهلي يرجع ويتعادل، ضيعنا كورتين ضاعوا. قفشه جون بتاعت قفشه دي جول، كان 2-2 بتاعت طاهر كانت جول، كان 2-2 فالمباراه كانت قريبه. انت دخل فيك هدفين في خلال 6-7 دقايق بس، يعني انت لغيت الدقيقة 90 مثلا او 89 2-1، لا والله ده لغيت الدقيقة 91 كان 2-1 لما حسب 8 دقايق قلنا ممكن نتعادل. بس زي ما قلت لك وجود قفشة في التشكيل كارثة، وجود قفشة في الملعب كارثة، وجود محمد شريف في الملعب كارثة، خروج حسين الشحات كارثة. النهاردة اليو ديانج كان سيء، اليو ديانج السبب في الجون الاولاني، محدش يلوم على متولي، لا 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 لا، ديانج انت في نص الملعب الكره جايه لك استلمها وشتتها يا سيدي، بترجع كره زي دي. اللي زعل جون اول في شوط كان ممكن تطلع فيه 0-0، وخطفوك في اول الشوط الثاني هدف خلاص 2-0. لكن يحسب لكولر وللاهلي ان لعيبه برضو ما يأستش، ورجعنا الشحات ضيع واحدة، رجعنا ببلانتي 2-1، وزي ما قلت لك كان ممكن نتعادل في كورة أو كورتين، بس مفيش حظ، مفيش حظ. أنا زعلان وزعلان قوي على مباراة زي دي، لكن أنا أرجع أقول لك لعبنا مباراة للتاريخ. على الأقل أنت راجل كنت بتضغط على ريال مدريد من قدام، كان ممكن والله كان في الامكان افضل مما كان، كان ممكن نعمل نتيجه احسن من كده. ولكن محمد شريف وقفشه كان ليهم راي تاني. النهارده العب مباراه بالمنظر ده، تحيه لكل الاهلي، ومش عايزين نهد المعبه، لا 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 عادي، خسرنا مباراه انا بنسبه كبيره، والاهلاويه عارفين ان النسبه بتاعتنا في الفوز مش كبيره. لكن بعد ما اتفرجنا على المباراة ليه ما نصدقش نفسنا؟ ليه ما نصدقش ان احنا ممكن نكسب ريال مدريد؟ والله كان ممكن نكسبه النهاردة، الموضوع مش صعب. قدر الله ما شاء فعل، هنقف ورا الفرقة
ورا المدرب، عشان كده بس عايز الناس اللي كانت بتقول احنا مش محتاجين مهاجم او شريف موجود في ثوب الجديد والكلام اللي انتوا عارفينه ده، النهارده عرفتوا ليه الاهلي كان محتاج مهاجم. تخيل كده لو عندنا مهاجم مكان محمد شريف زي ايجالو ولا ماليجا، كان زمان الاهلي النهارده عمل ايه؟ بس هارد لك للاهلي، وبحيي اللعيبه والمدير الفني على توتال المباراه. او كان في اخطاء، كان في اخطاء، في لعيبه ما تستحقش تتواجد في التشكيل، في لعيبه، بس الحمد لله مباراه للتاريخ. كده بكون وصلت معاكم لنهايه الحلقه. سلام.